الأمراض الروماتيزمية والمناعية أمراض عديدة، قد تصيب الصغار، قد تصيب الكبار، قد تصيب الإناث أو قد تصيب الذكور. تختلف الصورة الكلينيكية من شخص إلى آخر، قد يكون هناك آلام في المفاصل يصحبها تورمات أو تيبسات صباحية خصوصا في مفاصل اليدين أو القدمين. قد تظهر الأمراض الروماتيزمية والمناعية على أجهزة الجسم الأخرى مثل الجهاز الدموي، أجهزة القلب وأمراض الكلى. اللي يعاني من مشكلة في مفاصله أو آلام في مفاصله يجب عرضه على طبيب روماتيزم لمعرفة سبب هذا الألم، وعساس نحاول نشخصه تشخيص مبكر وبالتالي نمنع أي مضاعفات على الجهاز الحركي أو أجهزة الجسم الأخرى.